قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. عارف يا سيف، أنا كنت بفكر فيها النهاردة الصبح، أنا وأنت نروح نزورها عشان نعمل الواجب. إحنا برضو هنعمل الواجب. خش غير هدومك عشان نلحق العزم. لا إله إلا الله. صباح الخير. صباح النور. امال الاستاذ ادهم فين؟ لا اجازه النهارده. اجازه؟ خير، في حاجه؟ لا معلش. طب متشكر قوي. في اي خدمه ممكن اقوم بيها؟ لا ميرسي، شكرا. الو استاذ ادهم، انت فين؟ قصدي اصلي ما لقيتكش النهارده في الاوتيل. خير، في حاجه؟ لا البقاء لله. امال هتيجي امتى؟ النهارده؟ تيجي بسلامه ان شاء الله. اوكي، باي باي، مع السلامه. وبعدها لك يا تهاني، مش تشد حيلك كده؟ الله يرحمها، ربنا اختارها، يعني ده قضاء ربنا واحنا ملناش يد فيه ولا ايه؟ بالك انت، انا بقالي سنين طويله ما جيتش ناحيه الفرن هنا. طب خبرة يا تهاني، أنا نفسي في إيه؟ نفسي ترجع زي ما كنتي، صوتك مجلجل وضحكتك بترن جوا الدار. ما تشد حيلكم معاه. قولي لي صحيح، انت بتخبزي ايه؟ عيش دراه ولا شمسي ولا بتاو ولا فطير ولا فايش؟ كل اللي انت عايزه يا اخويا موجود. ربنا يخليك ليا، بس حياتي عندك يا شيخ، حياتي عندك، بلاش الفايش، احسن الواحد معدته عامت. اكده اكده يا شيخ، امال ده زي ما بيقولوا ما حدش واخد منها حاجه. يا دي النور يا دي النور يا سيد دكتور، منورنا والله يا دكتور. اتفضل القهوه. شكرا يا ام مصطفى. الله يخليك يا رب. ولادك عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين، ما تحرمش منك يا رب ومن سؤالك عليهم يا رب. هتقف ترغي، روحي شوفي. حاضر حاضر يا ست هانم. حاضر يا ست نواة. غاية أم مصطفى دي. يا سلام، ساعة ما نهلة سافرت وأنا مش عارف أعمل لنفسي فنجان قهوة. ما هي مراتك دي ما بتفكرش غير في نفسها، خدت بنتها وسافرت مع أخوها تغير هوا وسايباك هنا بطولك. ليه بتقولي كده بس يا ماما؟ رأفت أصلا عنده شغل هناك، وبعدين نهلة اتحايلت عليا كتير قوي، بس أنا اللي ما ينفعش إن أنا أروح عشان العيادة، وإنجي شبطت فيها. على فكرة يا شريف، مديحه بنت خالتك ناويه تيجي تقعد معايا هنا. وجوزها مش اتطلقت؟ الله يجازي اللي كان السبب، هي ما كان لهاش الجوازه دي ابدا، لولا شي قست منك ولقت نفسها وحدانيه بعد موت المرحوم اختي، قالت اهي جوازه والسلام. معلش يا ماما، كل شيء اسمه ونصيب. ما انت لو كنت اتجوزتها كان زمانها قاعده تحت رجليك بتخدمك، مش اللي سايباك قاعد لوحدك وبطولك. يا ماما الموضوع ده فات عليه سنين، انت لسه فاكراه؟ بس كويس والله ان هي هتيجي تقعد معاكي هتسليكي. هتيجي من امتى؟ هي بتقول هتقفل شقتها من بكره وتجيب هدومها وتيجي. كويس كويس، انا اتاخرت على العياده قوي، اقوم انا بقى اروح. مش عايزه مني اي حاجه؟ ما تحرمش منك يا حبيبي، ربنا يبارك لك. طيب هكلمك في التليفون اطمن عليكي. ها، بالسلامه يا حبيبي. مع الف سلام. السلام. ما كنتش اعرف ان مرات عمك عزيزه عليك قوي كده.
اصل انت ما تعرفيش فكره الموت بالنسبه لي عامله ايه يا انجي. تخيل لما طفل صغير ابوه ينقتل قدامه وهو لسه صغير ومش قادر ينسى الذكرى دي طول عمره. فعلا حاجه طبعا ما تتنسيش طول العمر. مين الطفل ده يا ادهم؟ انا. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ بتكلم جد وجد الجد كمان. ابويا انقتل وهو بيحمينا انا واخويا سيف من المطاريد، فالمطاريد قتلوه وخدوا كل اللي معاه، عشان كده مش قادر انسى الذكرى دي طول ما انا عايش. معقوله في ناس بالشكل ده؟ اصل انت ما تعرفيش الصعيد زين يا انجي. الصعيد ده عالم كبير، في ناس شايله اطيب قلوب في العالم وناس تانية ما عندهاش قلوب واصل، عشان كده لما حد عزيز عليا بيموت بيصحي جوايا الذكرى اللي انا مش قادر انساها دي. ايه انجي انت بتعيطي ليه؟ هي اللي ماتت دي مرات عمك ولا مرات عماني؟ فوتي قدامي نشرب حاجه من الكافتيريا في جهنم اللي احنا فيها دي. فوتي. اتأخرت ليه يا ست سامي؟ أنا مش قلت لك روح على دارك؟ اللي جابك هنا؟ ما نقدرش نروح غير ما نطمن عليكي. حد شافك؟ لا. لو حد سألك علي قول إنك كنت معاي في حنة سعاد لحد ما خلصت. يعني نكذب؟ أمال عاوز تقول إنك سبتني؟ ما العمدة لو عرف هيقطع خبري. نحب على يدك ما تاخدنيش معاكي تاني، أنا عندي عيال والعمدة ما يرحمش. روح روح دلوقتي يا بدري وزي ما قلت لك. حاضر يا ست سامي. حاضر. سامية لساكي معاودة؟ لا يما ده انا معوده من بدري وكنت قاعده في المندره بسمع الراديو. جدتك ميته ما بقالهاش كام يوم وانت قاعده مدوره المدعوك ده؟ احمدي ربنا ان ابوك نايم وما سمعش، كان جه كسر عظمك. اطلع يعني انت يا سامي لساكي بالعبايه ليه؟ اوعاكي تكوني لساكي معوده. لا يما ده انا رجعه بقالي ساعتين حتى اسالي بدري. تصبحي على خير. تصبحي على خير يما. مالك يا محفوظ؟